الله الرحمن الرحيم. الله تعالى حسب تنفيذ دار الساعة الرصافة جهات الطاعن طعب الإجلاف الأول تم تنفيذ المفرزة الطبية وهي المفرزة الطبية السابعة التي نفذناها لخدمة زوار الإمام الكاظم في هذا اليوم المبارك. طبعا جميع الأدوية المتوفرة وحتى وفرنا للقاحات لقاحات كورونا بالنسبة للراغبين إنه نلقحهم، والكادر الطبي متواجد، وبالنسبة للكوادر التمريضية أيضا موجودة وسيارة إسعاف متوفرة عندنا للحالات الطارئة اللي ممكن نحولها للمستشفى. الحمد لله لحد الآن ما جتنا أي حالات خطيرة أو حالات طارئة لحد الآن، وإن شاء الله بإذن الله إحنا متواجدين وعلى مدار 24 ساعة من هاليوم إلى يوم الأحد اللي هو يوم الزيارة، ما راح تخلو هاي المفرزة من أي كادر طبي إن شاء الله. بارك الله بك دكتور، بارك الله بجميع